تعداد السكان 104 ملايين نسمة، والرصيد المتاح من الفول ما يقرب من 4 أشهر فقط. صورة نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي في مصر لاقت صدى واسعا في الشارع المصري. فهل أوشكت مصر على الإفلاس الغذائي؟ وهي نفسها التي كانت ذات يوم سلة غذائية للعالم القديم، تنتج المحاصيل وفق أحدث التقنيات الزراعية وتطعم العالم بأسره. أين أصبحت الآن بعد اندلاع الصراع الأوكراني الروسي؟ فهي لمن لا يعلم أكبر مستورد للقمح في العالم، تحتاج إلى أكثر من 20 مليون طن من القمح سنوياً. فالمصري يستهلك سنوياً من القمح ضعف ما يستهلكه الفرد على مستوى العالم، وتأتي 85% من كميات القمح من روسيا وأوكرانيا، البلدان اللذان يعيشان اليوم أسوأ أيامهما. فماذا تخبئ مصر في جعبتها لمواجهة هذه الكارثة؟ وهل تحقق اكتفاءها الذاتي؟ أم تكتوي بنيران الحروب والأزمات التي تعصف بالعالم؟ قبل أن نتابع، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. انفجار سكاني في مصر، تفاقم أزمة غذائية، وحرب روسية عصفت بالخطط والاستراتيجيات الدولية. استجابت الدول للأزمة بأشكال مختلفة، لكن مصر تفردت بسرعة الحلول، نظراً لأن المشاريع الزراعية كانت قيد التنفيذ، وجاءت الحرب لتسرع من إنشائها. فقد قامت الدولة المصرية بوضع أهداف استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة ضمن رؤيتها لعام 2030، وذلك من خلال إقامة مجتمعات زراعية متكاملة لتقليل اعتماد مصر على الواردات، سعياً منها لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحسباً لأي أزمة إضافية تنتج عن الحرب الأوكرانية. ففي عام 2021 استوردت مصر ما قيمته 8 مليارات دولار من القمح والذرة، وهي قيمة تسعى إلى التخفيف منها بشكل كبير. كما توفر هذه المشاريع فرصاً استثمارية للقطاع الخاص، مما ينشط سوق العمل ويوفر مئات الآلاف من الفرص. وصل حجم المساحة المزروعة في مصر إلى نحو 9,700,000 فدان، تساهم 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وتشكل 17% من الصادرات الزراعية. وتسعى مصر إلى إضافة 4 ملايين فدان لتكون صالحة للزراعة، وذلك من خلال مشاريع التوسع الأفقي للأراضي الصحراوية. المشروع العملاق، الدلتا الجديدة. واحد من أضخم المشاريع الزراعية في مصر على مساحة 2,200,000 فدان، تصل تكلفته إلى نحو 13,700,000,000 دولار. قبل أيام افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، وهو ما يمثل 50% من مشروع الدلتا الجديدة بمساحة تبلغ 1,050,000 فدان، وحجم استثمارات وصل إلى 133 مليار جنيه، أي ما يعادل 7,300,000,000 دولار، وذلك لاستصلاح الأراضي الصحراوية من خلال بناء محطات معالجة لتوفير مياه الري، من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستفادة من المنتجات وتصديرها إلى الخارج وتوفير النقد الأجنبي. يتميز المشروع بقربه من المطارات والموانئ، مما يسهل عملية نقل المستلزمات الزراعية المستوردة وتصدير الفائض. وللمشروع أهمية بيئية من خلال مكافحة التصحر، وأهمية محلية لقدرته على توفير السلع محلياً والتخفيف من أسعارها التي ارتفعت بالتزامن مع الحرب الروسية الأوكرانية. كما يوفر المشروع 10,000 من فرص العمل. توشكا الخير. في 9 من يناير عام 1997 دشن الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك مشروع التوشكا لاستصلاح 540,000 فدان. تم تحديد عام 2017 كموعد للانتهاء من المشروع.
أنفق مبارك 40 مليار جنيه على المشروع لإنشاء محطات الكهرباء اللازمة ومحطات ضخ المياه. بعد بضع سنوات توقف المشروع بشكل شبه نهائي، وذلك لافتقاره للاستثمارات الأجنبية. في عام 2020 أحيا الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي المشروع مجدداً عبر رصد مبلغ قدره 413 مليون دولار لاستكمال أعمال البنية التحتية. تقع توشكا على بعد حوالي 225 كيلومترا جنوب غرب مدينة أسوان في صعيد مصر، وستعمل كحلقة وصل بين العديد من واحات الصحراء الغربية. يشمل المشروع أيضا على أكبر مزرعة نخيل في الشرق الأوسط، تحتوي المزرعة على 2,300,000 نخلة، وحتى الآن تم زراعة 1,350,000 منها على مساحة 21,000 فدان. الصوب الزراعية يعتبر واحدا من أهم مشاريع مصر الزراعية القومية التي تم افتتاحها. تكلفة المشروع تصل إلى أكثر من 40 مليار جنيه. ليس الهدف من المشروع الزراعة فقط، وإنما يهدف إلى استحداث مجتمعات زراعية متكاملة، وذلك عبر إنشاء نحو 100,000 بيت بلاستيكي والتي تعرف باسم الصوب الزراعية. تتميز هذه الصوب بالجودة وتوفيرها للمياه بنسبة 40%، كما توفر أكثر من 300,000 فرصة عمل. يمتد المشروع على مساحة 100,000 فدان في 7 مناطق، منها المنيا والمغرة وسيناء وحلايب وشلاتين. المشروع القومي للبذور يتم تنفيذ المشروع مع شركات أجنبية عدة، ويهدف بالدرجة الأولى إلى تقليل استيراد البذور المعدلة وراثياً، وذلك من خلال إنتاجها في مصر للوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي ورفع الكفاءة الإنتاجية من البذور من خلال استنباط أنواع جديدة أكثر فاعلية وأكثر مقاومة للأمراض. تمكن المشروع حتى الآن من تسجيل 25 صنفاً من البذور المقاومة للآفات. تقوم مصر باستيراد نحو 98% من تقاوي الخضر والفاكهة، ولا تنتج سوى 2% فقط، وهي نسبة قليلة جداً تسعى مصر لزيادتها عبر هذا المشروع. مشروع المليون ونصف المليون فدان يشبه إلى حد بعيد إنشاء مجتمع زراعي متميز وفريد لزيادة المساحة المزروعة في مصر بنسبة 20%. يتمركز المشروع في الصعيد وسيناء وجنوب الوادي، وتستفيد منه 8 محافظات مصرية. يمتد المشروع على مساحة 1,500,000 فدان، ويخلق أكثر من 25,000 فرصة عمل، ويهدف إلى توسيع الحيز العمراني من أجل استيعاب الزيادة السكانية لمصر، حيث يساهم المشروع بزيادة المساحة المأهولة بالسكان بنحو 6%. أطلق المشروع في عام 2015، وحتى الآن تم تنفيذ جزء منه، وما زالت عملية التنفيذ مستمرة، بالإضافة إلى مشاريع أخرى مثل الاستزراع المائي واستنباط المحاصيل الزراعية، ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء لاستصلاح 400,000 فدان. برأيك، هل تنجح مصر بهذه المشاريع وتحقق الاكتفاء الذاتي من القمح والحبوب؟ شاركنا رأيك في التعليقات.